يلا بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم هي في بعض الكتب 10-5 شابتر 10، وفي بعض الكتب شابتر 11 حسب الطبعة. هاي المادة تكملة من رياضيات 102، لأنه في ضغط على 102 فجابوها ل 201. هي مطلوبة منك، ولا سيما في الميد تيرم مطلوبة ضرورية. بالنسبة للكويز مش داخلة هاي المادة اللي هي 4 صفحات، مش داخلة للكويز. الكويز فقط شابتر 13 اللي هو البلينز واللاينز وشغلات زي هيك. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. كيرز جيفن بارامتريكلي، هذا سكشن زي ما انت شايفين 11-5. بقول لي ايدنتيفاي ذا كيرف بارامترايز باي ذا فولوينج فانكشنز. الاكس تي تساوي كوساين تربيع تي، والواي تي تساوي ساين تربيع تي، والتي بين 0 و2 باي. لما يقول لي ايدنتيفاي يعني لازم اقول له والله يمثل قطعه مستقيمه، يمثل مستقيم كامل، يمثل شعاع، اللبس، دائره، يعني هاي ايدنتيفاي، عرف. طيب هلا بحاول اتخلص من البارامتر. شو اللي بربط بين كوساين تربيع وساين تربيع؟ معروفه انه اكس كوساين تربيع زائد ساين تربيع واحد دائما. إذن X زائد Y شو بتساوي؟ 1. ولكن في عندي شروط. لما يقول لك كوساين تربيع ما بصيرش تكون سالبة، والساين تربيع أيضا ما بصير تكون سالبة. إذن الإكس والواي كلاهما أكبر من أو تساوي صفر، فالعلاقة تمثل إيش؟ شك في من قطعة مستقيمة بسموها line segment بين الـ A والـ B. طبعا بجوز تضلها طالعه نازله طالعه نازله عده مرات حسب مين؟ التي بتاعتك. بارامترايز اللبس، اعطاني اللبس وقال لي سوي معادلات بارامترايزيشن وسيطيه. هلا بحاول استغل الوضع، ايش تربيع وايش تربيع يساوي 1. شوفي عندي متطابقات بتقول لك تربيع وتربيع يساوي 1. أبسط إشي كوساين تربيع زائد ساين تربيع تساوي 1. هاي المتطابقة. فإذا الأولى بفرضها كوساين تي والثانية ساين تي لتصبح الإكس تساوي A كوساين تي والواي تساوي B ساين تي. وحتى أرسم الإلبس كاملة لازم أحرك التي دورة كاملة. في حصة سابقة قلنا إذا الإلبس هاي البارامترايزيشن بترتسم عكس عقارب الساعة، إذا بدي أغير الاتجاه مع عقارب الساعة بستخدم بدال التي بحط 0 زائد 2 باي ناقص تي. يعني هون بصير 2 باي ناقص تي وهون 2 باي ناقص تي. هاي بتحول الإلبس من مع عقارب الساعة إلى عكس عقارب الساعة، شرحته في حصة سابقة. كيف الصوت شباب؟ ألو؟ ألو؟ تمام دكتور. إن شاء الله. Intersection and collision. بدي أشوف متى منحنيين بنقول عنهم متقاطعين. طبعا المنحنى الاول البارامتر بتاعه تي يمثل الزمن، جسيم وبتحرك، قطار بتحرك. بالنسبه للسي 2 ما بصير اسمي البارامتر تي، بغير اسمه لالفا يو، حي الله ايش بدك اياه. فهلا بصير الزمن تاع السي 2 يو والزمن تاع السي 1 تي. هلا افرض الاثنين مرقوا بالنقطة 0-1. إذا
كانت زمن تاع سي 1 هو نفس الزمن تاع سي 2 عند النقطة هاي 1-0 بنقول كوليجن تصادم. بعد ساعة من الحركة الاثنين مع بعض صار وصلوا الاثنين نفس النقطة، إذا صار عندي إيه؟ كوليجن. إذا النقطة 1-0 السي 1 الترين الأولاني وصلها بعد تي تساوي 1 بينما القطار الثاني وصلها بعد يو تساوي 2 في تقاطع بس ما فيش تصادم للقطارات. هاي الفرق بين كوليجن وانترسكشن. هاي مثال two particles start at the same time instant. The first along the linear path. هاي معادلة خط مستقيم بدليل لو نقمت التي بصار اقتران خطي بإكس واي. والتي هون بده إياها أكبر ما يساوي صفر. والسكند along the elliptical path هاي تمثل إيش؟ اللبس. إكس تساوي 2 سين باي تي على 2 واي تساوي ناقص 3 كوساين باي تي على 2. هاي اللي عندك. والقطار الثاني بمر بخط مستقيم بقول لي at what time بقول لي at what time if any do the points intersect. وبعدين هل في كوليجن ولا لا. بحاول احل المعادلتين. كيف بدي احل المعادلتين؟ بنساوي الاكس مع الاكس مع شرط تغيير البارامتر الاثنين. يعني ما بصير اضلني اسميه تي هاي، اسميها يو. وبساوي الواي مع الواي فبطلع حل مشترك. الحل المشترك بطلع اكس تساوي 2 واي تساوي 0 هاي نقطة، والثانية اكس 0 واي تساوي 3 هذول يتقاطعان المنحنيين. هلا بدور في البارامتر. The path intersect at the point 2 0 و 03 this 4 1. هاي الحل المشترك للجوز. لاحظ 2-0 تقع على المنحنى الأول وتقع على المنحنى الثاني، وأيضا البي 0-3 تقع على الأول والثاني. The first particle pass through it 2-0 only when x1t تساوي كذا and yt تساوي 0، يعني t 5/4 1/4. When t تساوي 1/4 the second particle is elsewhere. طلع الاكس والواي بتاعتها بطلعش نفس النقطة. إذا no collision at 2-0. But at t تساوي 2 البارتيكل الأولاني بطلع 0-3 والبارتيكل الثاني أيضا 0-3. إذا بعد دقيقتين من الحركة كلاهما بيجي على النقطة ايش؟ 0-3. يعني بصير معي ايش؟ كوليجن. بنيجي لموضوع مهم. هذا الموضوع مهم ومرق معك قبل شوي، يعني مش قبل شوي، يعني محاضرات سابقة. tangents to curve given parametrically. Find the tangents to the curve كذا 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 as a point A 8-1. Try to get rid of T. إذا خلصنا من T بيطلع المعادلة X تساوي 1-Y تكعيب. إذا هاي معادلة تكعيبية بواي. هلا عند النقطة 8-1 ماذا تساوي T؟ مهم جدا. تطلع T عند النقطة. بحط الإكس قديش عندي؟ 8. هي الإكس. الثمانية شو بتساوي؟ التي تكعيب، والواحد ناقص تي اللي هي الواي تساوي ناقص 1. هيا
بطلع حل مشترك. خلي بالك هاي في لها ثلاث جذور، طبعا واحد حقيقي والباقي تخيلي، بس بعض الأحيان بتصير ساين وكوساين. إذا الهدف دكتور يعطيك العافية. حل مشترك للتنتين، حل يحقق الثنتين معا، فالحل المشترك هو تي تساوي 2. إذا بدي أطلع المماس بدي أعوض عن تي ب2. شو الميل تاع المنحنى؟ الميل هو دي واي على دي اكس. طبعا إذا خشت زد بتبطل الشغل هذا يزبط. إذا خشت زد لابد ترجع لمين؟ للار تي. إذا بتتذكر الار تي شي هي؟ اكس تي اي زائد واي تي جي زائد زد تي كي. ومين المماس؟ اللي هو ار برايم تي. بتعوض على التي اللي هي قديش؟ التي 2. هون دي واي على دي اكس لانه فيش زد، شو بتساوي حسب 101 تشين رول؟ واي برايم تي على اكس برايم تي، وبعدين ناقص 1 على 3 تي تربيع، بعوض محل التي قديش؟ 2، بصير الميل ناقص 1 على 12. اذا معادلة دكتور. المماس دكتور يعطيك العافيه. مين بحكي؟ أنا مالك هيثم. أه؟ أنا مالك. في طلاب بيبعثوا الجروب إنه مستاذين اسمه إنه أنت اسمح لهم إنه يفوتوا على المحاضرة، صاروا 10 دقايق بعد. ولا شو أسوي لهم إذا بتأخروا؟ آه. المفروض الواحد يلتزم بالحصة، الحصة الساعة 10. أنا حكيت شغلات كثيرة بخصوص الامتحان، بخصوص الميد تيرم. أنا ما بدي أعيد جسمه، اللي بتأخر الله لا يرده. يعني لو إنه الحصة كانت بالجامعة والله ما بدخله. مش تقول لي والله أونلاين يعني وقت ما بدك تدخل، لا مو على خاطرك. إيه. فإذا معادلة النقطة، معادلة المماس واي ناقص النقطة اللي هي ناقص 1 تساوي الميل اللي هي ناقص 1 على 12 في x ناقص 8، وبعد التبسيط بطلع x زائد 12 y زائد 4 يساوي 0. هلا افرض قال لي وين المماس افقي؟ horizontal tangent line. طبعا معناته dy على dx تساوي 0، ولكن حسب chain rule dy على dx هي dy على dt على dx على dt. متى هاي تساوي 0؟ إذا كان البسط صفر والمقام مش صفر. إذا بحط الواي برايم تي صفر بينما الاكس برايم تي مش صفر. متى المماس عمودي؟ لما المماس يوازي محور الصادات، يعني المشتقة غير موجودة لما البسط الاكس برايم تي صفر بينما الواي برايم مش صفر. خلي بالك صفر على صفر كمية غير محددة. هاي سؤال بقول لي find the points على المنحنى هذا x تساوي كذا y تساوي كذا، وين at which في عندي horizontal tangent وفي عندي vertical tangent. طبعا هاي بعد ما أبسطه هي معادلة اللبس x ناقص 3 على ناقص 4 تساوي sin t، y ناقص 4 على 3 تساوي cosine t. طبعا لما يكون عندي sin و cosine اجمع التربيعات يساوي 1، فبطلع بالطريقة هاي اللبس السنتر بتاعه 3 و 4 وعلى السينات 4 وعلى الصادات 3. هاي الالبس. فبدي اشوف وين المماسات افقيه وبين المماسات عموديه راسيه. بطلع اكس برايم واي برايم، بحط الواي برايم صفر شريطه انه الاكس برايم صفر، وبحل المعادلات هاي للمماس الافقي. ايوه واي برايم صفر بطلع سان تي صفر، يعني تي صفر او باي نقطتين اللي هم بي وكيو
والعموديات بحط الاكس برايم صفر فبطلع عندي كوساين تي صفر، يعني تي باي على 2 و3 باي على 2 فبطلع عندك النقطتين A و B مماسات رأسية. Length of the curve طبعا في عندي طول المنحنى في عدة قوانين إلها، واحد منهم إذا كان أعطي parametrically dx على dt تربيع زائد dy على dt تربيع تحت الجذر dt، طبعا بتحولها للبولر، إذا كان المنحنى أعطاك بولر بصير r تربيع زائد dr على dθ تربيع، إذا المنحنى أعطاني y بدلالة x بتحط البرامتر tx بصير هاي واحد زائد dy على dx تربيع، إذا أعطاني x بدلالة y x بدلالة y بصير هاي dx على dy تربيع و dy على dy اللي هي واحد. ففي عندك حوالي أربع قوانين لطول المنحنى. أما إذا كان المنحنى فيه x و y و z فهناك قانون واحد اللي هو ايش، بس بدك تضيف ايش دي زد على دي تي تربيع، بدك تضيف دي زد على دي تي تربيع جوا، يعني مطلق مش مطلق نورم لار برايم تي دي تي، هذا بالنسبة لمين؟ للكيرف اللي بالفضاء بالفراغ. طيب السؤال بيقول لي find the length of this curve f of x y تساوي x تربيع بين الصفر والواحد، بطبق القانون هذا. في حدا؟ ما فيش حدا. طيب طبق القانون مع اعتبار t هي x، فبصير عندي واحد زائد المشتقة تربيع مشتقة الاكس تربيع 2x ربعها 4x تربيع من صفر إلى واحد، هاي حدود التكامل عندك، وهلأ هاي بدك تراجع 102، راجع 102 كيف تكامل هاي، يعني إذا ما عرفت تكاملها بروح لك علامتين على التكامل، مش تقول لي والله مش مطلوب معي، لا مطلوب وهيني بقول لك إياها من وسع، راجع طرق التكامل، يعني هاي كيف بدك تكاملها؟ بحط 2x تساوي tan ثيتا وبكمل، مفروض اتعلمتها في 102. هاي في عندي ثانية بقول لك اوجد the circumference of the cardioid r تساوي 1 ناقص كوساين ثيتا، لما اعطاني ال r بدلالة الثيتا هاي معناته polar curve، وللبولر كيرف عنصر الطول يختلف عن الاولانيات ار تربيع زائد دي ار على دي ثيتا تربيع دي ثيتا، لما اشتق واحد ناقص كوسان بدي اياها مشتقة هاي اللي هي ساين ثيتا تربيع، والثيتا من صفر لباي هاي ضروري جدا، اللي قراك البولر لازم يقول لك كيف اجت حدود التكامل، بحسبها من صفر لباي وبضرب الجواب باثنين، جزء فوق وجزء تحت، طبعا لما اكامل مربع الكوسان تربيع مربع السان تربيع واحد ومربع الواحد واحد صار اثنين ناقص ضعف الاول في الثاني اللي اثنين كوسان ثيتا، وهسه هاي بطرق التكامل 102 المفروض تكون عارف كيف اجت التكامل. موضوعنا الأخير اللي هو مطلوب معك من شابتر 10 أو 11 حسب الكتاب زي ما قلت أنا، Area of Surface of Revolution السطوح الدورانية. خلي بالك أنا عندي كيرف له معادلة، حر أنا بحطها بارامتريك كيرف بحطها كذا اللي بدي إياها، بقول لي هذا الكيرف دار دورة كاملة حول محور السينات، شو اعطاني الكيرف؟ الكيرف لما يدور بعطيك مساحة سطح، بدي هاي المعادلة.
عنصر دي اس هاي شايفينها المظللة هاي، لو قصيتها من هون وفردتها اعطتني شبه مستطيل. الطول في العرض، الطول هي عبارة عن محيط دائرة 2 باي واي. لاحظ الدوران حول الاكس اكسس، فطلع معي ايش الواي 2 باي واي. في الشكل الصغيرة اللي هي عرض المستطيل اللي هي دي اس صغيرة. الفرق بيناتهم الدي اس صغيرة ترمز الى طول المنحنى، بينما دي اس كبيرة ترمز الى مساحة السطح. هاي الفرق بيناتهم. في بعض الكتب بسموها دي سيجما، محل الدي اس بسموها دي سيجما. هذه اذا دارت حول محور السينات، اذا دارت حول محور الصادات بحط اكس بدل الواي. سؤال: find the area of the surface as generated by revolving the graph f of x equals sin x from x to 2 by 2 about the x-axis. هاي عندي جزء من sin x بدي ألفه حول محور السينات، بدي يعطيني السطح المظلل. قديش قيمته هذا السطح؟ على القانون 2 باي، لأني دورته حول x-axis. إذا واي هون في دي اس اللي هو طول الارك لينث، ويساوي الواي عندي ساين اكس، مشتقتها مشتقة الساين كوساين، طبعا بدها تربيع، وبعدين بكامل من صفر الى باي 2. وهاي المفروض اني اعرف كيف اكاملها. لاحظ طرق التكامل كثير بتيجي، فأنت المفروض تكون ذكي بإجراء التكامل. بقول لي ديرايف فورمولا اشتق قانون مساحة سطح الكرة، وأظن في الإليبسويد بتقدر تشتقه، بس الإليبسويد الدوراني مش حيالله إليبسويد. هلا شو بسوي أنا؟ بدي كرة كاملة، بخلي ربع دائرة، شايفين ربع دائرة نص قطرها ايه، يلف حول محور السينات. شو بعطيني؟ بعطيني نص كرة، بعطيني نص كرة. بعدين بضرب الجواب في اثنين، بعدين بضرب الجواب في اثنين. هلا الربع ربع دائرة شو معادلتها؟ اكس تساوي اي كوساين تي، واي تساوي اي ساين تي، والتي بين الصفر والتسعين. هاي الربع دائرة خليها تدور. القانون 2 باي واي دي اس، الواي عندي اي ساين تي، الدي اس دي اكس على دي تي زائد دي واي على دي تي تربيع دي تي، لان انا معطيك مين؟ البارامتريك ايكويشنز لمعادله المنحنى مش البولر هاي، ومع انه البولر بيطلع نفس الشيء. طيب بسطها بصير مشتقت هاي ناقص اي ساين تي وهاي اي كوساين تي، لما اربع هاي واربع هاي بيطلع الجواب اي تربيع، كوساين تربيع زائد ساين تربيع واحد، فبطلع التكامل بالطريقه هاي من صفر لباي 2، وتكامل الساين هي ناقص كوساين تي، ولكن غيرت حدود التكامل شقلبتهم عشان اضيع الاشاره الناقص، والجواب النهائي 2 باي اي تربيع. وتذكر انه هاي نص كرة، إذا الكرة الكاملة هي 4 باي اي تربيع. هاي مساحة سطح الكرة 4 باي اي تربيع. أي تعليق بالنسبة للمحاضرة هاي؟ هاي بعد شوي أنتوا راح تنسوا إنه أعطيتكم إياها، لأنه هاي قبل 13، قبل شابتر 13. بنيجي تكملة الحصة على الدايركشنال ديريفيتيف اللي هي الحصة اللي خربت علينا أول امبارح. إذا كانت التي مثلا تمثل تمبريتشر أو بوليوشن عند النقطة اكس واي زد، وحبينا نروح
من بيتي للجامعة مثلا، بدي أحسب معدل تغير درجة الحرارة عند بيتي باتجاه الجامعة، عند بيتي باتجاه الجامعة. أول شيء شو بسوي؟ بطلع المتجه الاتجاه. شو الاتجاه بيساوي؟ بطرح كيو ناقص ايه على طولها. هاي دايركشن، هاي يو، يجب ان تكون يونت فيكتور. يعني من بيتي للجامعه بجوز 6 كيلو. انا شو بدي فيه؟ بدي شكله صغيره طولها واحد، تقول لي هاي الاتجاه بتاعها. القانون هو تي كيو، بطرح تي كيو ناقص تي اي على المسافة بينهما تي. إذا القانون بتاعك صالح إذا كانت المسافة صغيرة جدا، معدل تغير درجة الحرارة باتجاه، وتساوي نظرية if t is differentiable بطلع chain rule. هاي دلتي عند النقطة A ضد U، هاي إذا كانت T differentiable. إذا كانت T مش differentiable عليك بالنهاية، هون بدك تحسب النهاية. وأذكر the function of two variables أو three variables you cannot، ما بتقدر تستخدم لوبيتيل رول، مشتقة البسط على مشتقة المقام، ما بصير. لوبيتال رول بزبط معك لدالة متغير واحد، اكس في البسط واكس في المقام، تمشي حالها. اما بالبسط اكس واي وبالمقام اكس واي، انسى الامر. طيب هلا لنفرض انه تي ديفرنشبل، هاي دلتي ضد يو، شو بتساوي؟ تساوي طول هذا المتجه في طول هذا المتجه في جتا الزاوية بينهما كوساين ثيتا. هذا القانون. هلا دلتي بطلعها وبعوض النقطة ايه، اذا هذا متجه معلوم، اليو طولها واحد راحت، ظلت تعتمد على كوساين ثيتا. كوساين ثيتا اكبر اشي لها واحد، إذن الماكسيمم للدايركشنال ديريفيتيف هو لما ليش؟ لما كوسان ثيتا واحد، يعني ثيتا قديش؟ صفر، يعني الدلتي واليو متوازيين بنفس الاتجاه. طالما اليو هي اتجاه الدلتي، إذن تساوي دلتي على طولها، دلتي على ايش؟ طولها. هاي للماكسيمم. للمينيمم الكوسان زيتا اقل شيء عند الناقص واحد، لما تكون ناقص واحد يعني الزاويه 180، يعني اليو هي عكس اتجاه دلتي، ناقص دلتي على طول دلتي. هلا في عندنا شغله ثالثه بالدايركشنال ديريفيتيف. أنا عند بيتي وبدي أشوف وين درجة الحرارة بتزداد أكبر ما يمكن، قال لي باتجاه دلتي. وين طلعت اتجاه دلتي؟ عند جارتنا. مشيت شوية عند جارتنا، تغيرت النقطة، بطلت تصير عند بيتي، صارت عند بيت جارتي. مرة ثانية بدي أسأل نفسي عند دار جارتي وين التي تزداد أكبر ما يمكن، بيقول لي باتجاه الدلتي. وين؟ عند دار جارتي. إذا تغير اتجاه دلتي، بضلني أمشي 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 أمشي. إذا هذا المسار بسموه مسار، وين راحت؟ متغير باستمدار، وبالتالي كذا كذا. اذا دلتي لازم دائما توازي ار برايم تي،
فبسوي الموازاة بحولها لمين؟ لمساواة، بصير دلتي تساوي ألفا ثابت في آر فران تي، وبالتالي معامل الآي يساوي معامل جي تساوي ومعامل الكي تساوي، وبحل المعادلات بيطلع عندي إيش؟ معادلة المرحلة. في نقطة مهمة جدا، افرض انه المنحنى معي اف اكس واي تساوي صفر، وقال لي طلع دي واي على دي اكس، طبعا هاي منحنى باكس واي بقدر احلها، بس افرض اني ما عرفت ايش احلها، كانت معقدة ما قدرت احلها، شو بسوي؟ بطبق القانون هذا صفحة 814، بجوز يختلف عندك بالكتاب حسب الطبعة، القانون دي واي على دي اكس هو قديش؟ ناقص اف اكس على اف واي، الاف اي اللي صعب انك تحلها، اكس بدلت واي او واي بدلت اكس، كيف اجت؟ هلا الاف بدلالة اكس واي، الاكس هي اكس والواي اذا قدرت تحلها بتصير بدلالة اكس، وبالتالي حسب تشين رول دي اف على دي اكس تساوي دي اف على دي اكس في دي اكس على دي اكس زائد دي اف على دي واي في دي واي على دي اكس، هاي حسب التشين رول، ولكن الاف بعد التعويض بتصير قيمتها صفر، اذا مشتقتها صفر وتساوي كذا كذا كذا، ومنها بتحلها ايش؟ لدي واي على دي اكس تساوي ناقص اف اكس على اف واي، هاي قانون يطبق بسرعه، يطبق بسرعه، هاي الأسئلة إذا إجاك ضع دائرة بدك تطبق القانون هذا، مش فاضي تحل المعادلات. هلا إذا كان اف اكس واي زد تساوي صفر، يعني معادلة سطح اكس تربيع واي تربيع زد تربيع تساوي 25، هاي معادلة كرة. الصوت واضح عندكم شباب؟ ألو ألو شباب؟ واضح دكتور. ما هو واضح دكتور، ما بدي اسمع صوتكم، مش اصرخ وابهدل وكذا وعلى الفاضي يطلع، خلي البهدله تؤتي اكلها، يعني حابب دائما صوتكم يكون بداني. طيب هلا اكس تربيع واي تربيع وزد تربيع تساوي 25، بقول لي لا لازم تصفرها، لاحظوا بالاول لازم تصفر وبالثاني لازم تصفر، اذن حط اكس تربيع واي تربيع وزد تربيع ناقص 25 تساوي صفر، بقول لي بدك تطلع دي زد على دي اكس وتطبق قانون، هون لاحظ الزد فوق وهون زد تحت، الاكس فوق والاكس تحت والناقص بينهما، هذا القانون صفحه 814. كيف هاي؟ انا بدي دي زد على دي اكس، اذا الواي محلها بعقلي بحطها ثابت، بعتبرها ثابت، اكس تربيع زائد الواي تربيع بعقلي سي سي، هاي راحت، زائد زد تربيع ناقص 25 يساوي صفر. هلا شو صار علاقه باكس وزد؟ بس بطبق اللي قبلها فوق، بصير دي زد على دي اكس يساوي ناقص اف اكس على ايش؟ عفوا، هاي عندي فيها واحد اكس واي، اذا هاي تمثل ايش؟ منحنى، منحنى، طبعا اذا بدك تطلع الواي بدلت اكس صعبه، بدك تطلع الاكس بدلت واي ايضا صعبه، فشو بقول لي؟ بقول لي طلع لي دي واي على دي اكس او دي اكس على دي واي، وممكن يعطيك احداثيه النقطه، بس النقطه يجب ان تقع وين؟ على المنحنى اذا بدك تعوضها، خلي بالك. طيب شو بقول لي؟ الطريقة صفر المعادلة، يعني نقولهم كلهم لطرف واحد، بحيث لما احط الاف تساوي صفر تعطيني معادلة المنحنى بتاعك، وبالتالي القانون طبقه، ناقص اف اكس، هلا اشتق هاي بالنسبة للاكس، الاكس تربيع مشتقتها 2 اكس، الواي تربيع صفر لانه بعتبرها ثابت، الاكس واي بالنسبه للاكس مشتقتها واي، والكوساين اكس واي ناقص ساين اكس واي في مشتقه ما داخل القوس دي واي،
على FY وبطلع ثم نعوض إحداثية النقطة. مثال على شو اسمه على السطح، هاي عندي X Y وZ تساوي 25، بيصير بحب ال 25 ليش؟ ما بعرف. شو بسوي؟ الطريقة الأولى، الخطوة الأولى إنه أصفر المعادلة 25 ونقولها للطرف الثاني وسمي الكل FXYZ، ثم طبق القانون، بدك DZ على DY، Z فوق وتحت والY فوق وتحت والإشارة ناقص. اشتق بالنسبة للY بصير 2 في YZ 1، وبالنسبة للZ 2Z، واختصر بيطلع ناقص Y زائد 1 على Z. هلا في بعض الأحيان W بX وY، هيا W is a function of X وY، ولكن الX بدلالة ثيتا والY بدلالة ثيتا. إذن معي خيار إن أقيم الX وY وحطه بدلالة ثيتا. إذن حقيقة W function of one variable. لما تكون W فقط بدلالة الثيتا بصير المشتقة عدلة مش متعوجة، دي دبليو عدي ثيتا عدلة. هلا لدي دبليو عدي ثيتا حسب التشين رول بصير دي دبليو عدي اكس في دي اكس عدي ثيتا عدلة، زائد دي واي عدي واي في دي واي عدي ثيتا. هاي القانون بتشوفوه بعدة مناظر، اشي اعوج واشي دغري حسب مفهوم الدالة بمتغير ولا بأكثر. وبطبق القانون دي دبليو عدي اكس من هون، هاي دي دبليو عدي اكس 2 اكس زائد 2 واي، هاي الاولانية. الدي اكس عدي ثيتا من هون مشتقتها ناقص 4 سان ثيتا، وبكمل وبعدين ببسط. سؤال بقول لي find the directional derivative of the function كذا كذا عند النقطة كذا كذا. طيب بسيطة، بده directional derivative عند النقطة B إذا تحركنا نحو Q. أنا واقف عند النقطة B، هاي بيتي، وبدي أتحرك نحو الجامعة. اذا لازم اطلع الدايركشن. الدايركشن شو هو؟ بي كيو على طولها لازم تكون يونت فيكتور. البي كيو ماذا تساوي؟ كيو ناقص بي، هاي الفري فيكتور. احداثيه كيو ناقص احداثيه بي، اطرحهم بيطلع هذا المتجه. طلع طوله، مربع هاي ومربع هاي ومربع هاي بيطلع جذر 18. اذا بي كيو على طوله بطلع الجواب بالطريقة هاي، هاي اليونت فيكتور. خلي بالك اشي مهم للفحص الكويز، مش طلعنا الفيكتور يو هذا طوله كله قديش؟ واحد. اول وحدة اسمها كوساين الفا، اللي الزاوية اللي بصنعها المتجه مع مين؟ مع محور السينات الموجب. هاي كوساين بيتا مع محور الصادات الموجب، وهاي كوساين جاما مع محور الزدات الموجب. هدول الثلاث كميات بسموهم الدايركشنال كوساينز للمتجه. طبعا الدايركشنال كوساينز كوساين تربيع زائد كوساين تربيع زائد كوساين تربيع، لانه يونت فيكتور لازم المجموع هذا يساوي قديش؟ واحد. مجموع المربعات واحد. فإذا علمت اثنين منهم الثالث بتقدر تحسبه من القانون، كوساين تربيع زائد كوساين تربيع زائد كوساين تربيع يساوي واحد، بتعوض عن الأول وعن الثاني بيضل الثالث مجهول. هل في عندي متجه الكوساين دايركشن انجلز 60 60 60؟ شو رأيكم؟ هل نستطيع إيجاد متجه بحيث الدايركشن انجلز 60 و60 و60، الألفا 60
البيتا 60، الجاما 60. الجواب هل كوسين تربيع 60 زائد كوسين تربيع 60 زائد كوسين تربيع 60 تساوي 1؟ الجواب لا. كوسين 60 قديش؟ جت 60 نص، ربعها ربع وربع وربع، ثلاث ارباع بيطلعش 1. اذا مستحيل تلاقي متجه يميل عن السينات 60 وعن الصادات 60 وعن العينات 60. بشتاق هلا اف اكس اي واف واي جي واف زد كي، هاي القانون اي جي كي، ثم بعوض عند النقطه بي، هاي نعوضت لكم. هلا بس بحسب الدايركشنال ديريفيتيف، طبعا في طريقه ثانيه لكتابتها، بكتبوها اظني اف برايم وتحتها يو، هون بحطوه شحطه للمشتقه وهون بحط اليو هون، واضح؟ هاي طريقه ثانيه بالكتاب، بس انا اعلم الطريقه هاي. القانون هو دل اف ضد يو، طلعت الدل اف وطلعت اليو، بسوي لهم دوت برودكت ناقص 3 و3 أعشار. يعني عند النقطة P إذا تحركت باتجاه اليو بتوقع أنها درجة الحرارة مالها تقل بمعدل 3 و3 أعشار% عن كل سنتي. خلي بالك التي ما بصير أخذها سنتي واتنين، لأنه التي تقترب من الصفر، يعني 1% ماشي حالها، بس ساعتها 3 و3 أعشار بدي أضربها بواحد من مية. At B, سؤال تابع. In which direction should move to get the function increase most rapidly? يعني أنا واقف عند النقطة B. أتحرك بأي اتجاه حتى أحصل على تغير في درجة الحرارة أكبر ما يمكن. الجواب بسيط. الدايركشن يساوي دل اف على طولها وتساوي كذا على طولها وتساوي وزعها، بصير 1/5 زائد كذا زائد كذا. في هذا الاتجاه اذا تحركت ستحصل على مين؟ على اكبر ما يمكن من التغير في الفانكشن اف عند النقطة بي. وقيمة الماكسيمم هو يساوي طول الدل اف عند النقطة بي، ألا وهو 2/5. المينيمم هو ناقص اللي قبله وباتجاه عكسي عن هذيك، يعني كل شيء بتضربه بناقص، كل شيء هون بتضربه إيش؟ بناقص. Suppose the temperature at each point is كذا كذا كذا. In what direction does the temperature increase most rapidly at P? What is the rate of the increase? هذا السؤال زي اللي قبله، خلينا نحل اللي بعده. بقول لي find the path followed by the heat seeking particle. في عندي جهاز يتتبع مين؟ زيادة بالحرارة. فبقول لي شو الممر اللي برسمه حتى دائما تكون درجة الحرارة ايش؟ أكبر ما يمكن، زيادتها أكبر ما يمكن. الجواب بدي اكون ممر ثم اجد حله، زي ما شفنا مع الجاره قبل شوي، بطلع دلتي، لا بديش هذا، غيرته انا، وين غيرته؟ عساس الاشتقاق بسيط، لانه ممكن اتورط انا. هيا 1 زائد x تربيع ناقص 1 تربيع، المشتقه بسيطه وبسيطه. اذا انا بتحرك وين؟ باتجاه دلتي لنقطه متحركه، وبتحرك باتجاه المماس الار برايم تي. اذا هذول لازم يتوازوا، اشارة التوازي بحولها لمين؟ مساواة دل تي تساوي الفا في ار برايم. هذول حتى تحصل على متجهات متوازية لازم واحد يساوي الثاني ضرب ثابت. طيب بالنسبة لمعامل الاي 2 اكس وين راحت؟ هيا 2 اكس تساوي الفا في اكس برايم اللي هي معامل الار برايم اللي فيها اي، بعدين الواي نفس الشيء الجي مع الجي، وفيش عندي كي هون لحسن الحظ. هلا بدي اتخلص من الالفا،
لأنه ألفا عند بعض النقاط بجوز تكون ثلاثة، عند بعض النقاط تكون خمسة، فهي ثابت تعتمد على النقطة. في الكتاب للأسف في غلطة عنده شائعة أنه الألفا بيعتبرها واحد دائما، فأنا بديش الألفا واحد، بدي أخلص منها، بقسم هاي على هاي حتى تروح الألفا، فلما أروحها اقسمهم بصير ناقص 2x على 2y تساوي هاي معها بتروح. هلا حسب 101 x برايم تي على y برايم تي تساوي dx على dy، وبالتالي بصير عندي معادلة تفاضلية بحلها بكامل الطرفين، بطلع عندي ln x زائد ln y تساوي c، ولكن النقطة q ناقص 2-1 واقعة على المنحنى. بيقول لي بدك المنحنى يمر originates at، إذن شو اسمه ال x y يا بتساوي c، بعوض ال x قديش ناقص 2 وال y 1، وبالتالي c بتاعتك قديش ناقص 2. geometrically ال f x y z قلنا تمثل مين؟ سطح، سطح كرة، سطح هايبربولويد، whatever it is. الدل F بالحالة هاي برهان رياضي تمثل المتجه عمودي على السطح. إذا ال F تساوي صفر مثل للسطح، الدل F تمثل العمودي على السطح. هلا إذا العمود انعرف، إذا الخط العمودي انعرف، والمماس المستوى المماس لسطح الكرة برضو انعرف لأن العمودي عليه معروف. هاي مثال صفحة 825. Find an equation of the plane tangent to the surface كذا 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 at P كذا كذا. طبعا ال P يجب أن تحقق المعادلة هاي. الطريقة الأولى لازم نصفر معادلة السطح، فبنقول لهم كلهم لجهة واحدة وبسميها F، هي XY YZ وXZ ناقص 11. إذا سويتها بالصفر تعطيك معادلة السطح. هلا الدل F شو قانونها؟ FXI FYJ FZK اشتق بطلع YZZ، اشتق ال FY XZZ FZ YZX. هذا يمثل ايش؟ العمودي على السطح دائما. انا بدي العمودي عند نقطة اللي هي 1 2 3، فبعوض الواي وزد. قديش الواي؟ هاي الواي وهاي الزد جمعهم 5، وهكذا وهكذا. اذا هاي تمثل ايش؟ العمودي على السطح، هاي دل اف. هلا اذا عرف العمودي بدي اعرف ايش التانجنت بلين، شو العلاقة بيناتهم؟ عموديات على بعض. اذا كمستوى الخمسة هاي من هون، والأربعة هاي من هون، والثلاثة إيش هون، إحداثية النقطة هي 1 2 3 تساوي صفر. هذا تانجنت بلين للسطح. افرض قال لي بده معادلة العمود، الخط العمودي، هذا بسيطة جدا. أعطاني العمودي كمتجه، والعمودي يمر بالنقطة 1 2 3. إذن معادلة العمودي x ناقص النقطة 1، y ناقص النقطة 2، وz ناقص 3، والمعاملات اللي تحت 5 4 3. هاي من هون. خلي بالك لو كانت الأربعة محلها صفر لازم أقيم هاي، هاي ما بصير أحطها على صفر، لا يجوز القسمة على صفر. بوصل هاي مع هاي وبحط فاصلة، البسط يساوي صفر، يعني واي ناقص 2 تساوي صفر. هاي في حالة ما تكون معامل الجي مثلا إيش صفر. إذا بدك البارامتريك إيكويشنز، طبعا البارامتريك بستخدمها لمين؟ في حالة تقاطع منحنات بستخدم البارامتريك إيكويشن، سميها تي. هاي كلها يساوي تي. هلا x ناقص 1 على 5 تساوي t، اذا الاكس بتساوي 5t زائد 1.
الواي ناقص 2 على 4 تساوي تي. اذا الواي شو بتساوي؟ 4 تي زائد 2، واخيرا الزد تساوي 3 تي زائد 3. هاي اذا بدك تحولها لمين؟ لمعادلات وسطيه. فيكتور اكويشن بسيطه جدا، الار تي تساوي 1 2 3 احداثيه النقطه بشكل متجه، بشكل متجه. يعني شو بحطها؟ اي زائد 2 جي زائد 3 كي بين قوسين، بين قوسين زائد المتجه هذا كله مضروب في تي، والتي تنتمي لار، فبعطيك نقاط كثير على الخط. واخيرا بقول لي ذا كيرف كذا كذا كذا، طبعا هاي الاكس بتاعتك نص تي تربيع، هاي الواي بتاعتك واي تساوي 4 على تي، والزد بتاعتك هيها. اعطاني اكس بلد تي والواي بلد تي وزد بلد تي تي، وشو بقول لي؟ هذا الكير انترسكت هايبربوليك بارابولويد بتقاطعه مع هاي هايبربوليك، هاي زي سرج الحصان، زي سرج الحصان. عند النقطة 2 2 ناقص 3 ريحني، أعطاني تقاطعهم، ما فيش داعي أن أقعد أحل المعادلات، أعطاني هو التقاطع. What is the angle between them؟ هايو هاي المنحنى وهاي شو اسمه نقطة التقاطع. طبعا نقطة التقاطع يجب أن تقع الجوز، طيب بس مهم جدا وين تقع على الار تي. هاي اثنين بسويها بنص تي تربيع، الاكس الاربع على تي بسويها بمين؟ بالواي اللي هي اثنين، والزد بسويها بايش؟ بناقص ثلاثة، وبحل حل مشترك بيطلع التي تساوي اثنين. اذا المنحنى بتاعك يمر بالنقطة هاي لما التي تساوي اثنين. اذا لما اطلع الار برايم تي بعوض عن التي اثنين، هاي مهمة جدا. الطالب بيطلع التي تساوي اثنين بعوضها وين؟ بالسطح. شو بدي فيها بالسطح؟ انت المنحنى تابع له ايش؟ التي. منحنى ثاني تابع له تي ثانيه، سميها يو عشان ما تخربطش. طيب بطلع الار برايم تي، هسه الار برايم تي هي الناطق الرسمي لمن؟ مين؟ للمنحنى. هاي تمثل ايش؟ المتجه المماس، المتجه المماس، قد لا يكون يونت. بعوض التي تساوي اثنين، هاي نعوض التي تساوي اثنين، طلع تانجنت فيكتور تو سي ات بي. هلا بالنسبه للسيرفس مين الناطق بتاعه؟ الناطق بتاعه دل اف، يمثل عمودي على السطح، يمثل عمودي عمين على السطح. طبعا الاف يجب انك تصفره قبل كل شيء، اذا بتنقل كله لجهه واحده وبتطلع الدل اف منها، ثم بتعوض احداثيه النقطه. هلا صار زاويه بين متجهين، بستخدم الدوت برودكت بيطلع عندي ايش؟ كوسين ثيتا يساوي الدوت برودكت على طول الاول في طول الثاني، ويساوي بعد التبسيط بتطلع الثيتا تقريبا 1 راديان. وبكمل طبعا مجموع الثيتا والباي 90 درجه، بطرحهم من بعض بيطلع ايش؟ هيك الجواب. فالناطق الرسمي باسم المنحنى هو المتجه المماس ار برايم تي. التي تي هو ايش؟ اليونت تانجنشال فيكتور مع تعويض قيمه التي، تجدها من وضع احداثيه النقطه ار تي. لما يعطيني احداثيه النقطه 2 2 3 هي الار تي، هي الار تي. والناطق الرسمي باسم السطح هي العمود على السطح اللي هو دل اف عند النقطة. وشكرا لاستماعكم. الحصة الحمد لله اليوم تمام تمام تمام. في أي سؤال شباب؟ رجاء
بالنسبة للكويز زي ما قلت أنا تأهب أن يكون الكويز طويل، يعني هاي طبيعة الدكتور إدريس. الأسئلة بدك تكون حافظة عن غيب، يعني بده زاوية بين متجهين على الدوت برودكت، بده مساحة متوازي أضلاع اللي هي A كروس B، طولها فيش على اثنين. إذا بدك مساحة المثلث بتقسم على اثنين. من لديه سؤال بآخر خمس دقائق؟ إن شاء الله تسجيلنا يكون كويس إن شاء الله عشان تستفيد منها بأي وقت بدك إياه. شباب أي سؤال؟ أي تعليق؟ أنا آسف بعض الأحيان بكون جلف معكم، بس يعني إذا ما كنت جلف ما بسرع، هاي طبعي عادتي للأسف. أعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا بنتي. في عندي بنت والله شو اسمه دائما بتبهدلني، بتقول لي أنت آسع على الطلاب. قلت لها ما شوف إيدي، بدي أطلع رجال. يعني اللي بالقسم كلهم طلابي ما شاء الله، أحمد رحيل وعدنان رحمة الله عليه اللي بصول، كلهم كل اللي بالقسم معظمهم طلابي، وإدريس حتى من طلابي، معارف الزعبي من طلابي، يعني لولا الشدة ما طلعت رجال. صحيح. مين أنت يا بنت؟ أنا إيمان الزعبي. إيمان الزعبي؟ حياك الله. انتبهوا يا شباب، انتبهوا، قد يكون الامتحان انك ما بتقدر ترجع على السؤال نفسه، يعني اذا طلعت من سؤال ثلاثة قد لا تعود للسؤال ثلاثة، هاي حسب الاعدادات. بعرفش الدكتور ادريس مع المنسق اللي بالكمبيوتر انه هل بسمع انك ترجع للسؤال ولا لا، بس ما اعتقد انكم تقدروا ترجعوا. الاسئلة شوي طويلة، المادة صح شابتر 13 بس والله الاسئلة طويلة. دقائق وبنفصل النت، قصدي بنفصل الزوم. الحمد لله الحصة هاي كاملة، وطبعا من ربنا مش مني. المشكلة عندي النت مرة بطلع مرة بنزل، يعني إذا النت عندي علق بعلق عند كل الطلاب. مشكلة ثانية، ممكن النت يكون عندك معلق فأنا ما بقدر أكتشفه. إذن نستودعكم السلامة وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور.